لكنه كان حاضرا بالبصرة الفيحة. هنا تشكيلة العراق، فهد طالب، أحمد إبراهيم، ميثم جبار، شيركو كريم، حسن رائد، محمد علي عبود، وسعد عبد الأمير، حسين علي، حسين جبار، وأحمد فرحان، وعلاء عباس. هذه المباريات القادمة المتبقية بالتصفيات. هنا أوغندا، إسماعيل واتينجا، وكوزيتو، وعزيز عبده، كايوندو، واللاعب والو سيمبي، واللاعب هاليدي، وكاسونكو، وماتو، وميلتون، وباتريك كادو، وجونيور سينتامو، واللاعب المهاجم ستيفن المتواجد كذلك مع تشكيلة أوغندا بقيادة المدرب الصربي سريديو فيتش. المدرب الصربي صافرة البداية إذن، وخير ما نبدأ به بسم الله وعلى بركة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أصل الأصول، نور الجمال، وسر القبول، أصل الكمال، وباب الوصول، صلاة تدوم ولا تزول، وعلى آله الطيبين الطاهرين. سن 21 سنة. هنا سعد عبد الأمير لاعب فريق الزوراء، بينما الكرة الآن وصلت لشيركو، بينما الهجوم يتواصل، والتسديد خطيرة. حالة تسلل، هذا بيتروفيتش بخروج ممتاز أمامي الكرة على عباس سافرة، ولدينا خطأ، خطأ على اللاعب ماتيو روجيرس بالرقم 7. ماتيو روجيرس هنا الإعادة، والخطأ لمصلحة هجوم عن طريق أحمد فرحان، هذا لاعب نفط البصرة، بينما هنا التمرير منتخب الأوغندي، هجوم على الطرف الأيمن، هذا اللاعب ميلتون، ميلتون يحاول مر وتقدم، كرة مرت إلى الخارج. باقي الأندية، الشرطة، الطلبة الزوراء تلعب باسم العراق، تلعب باسم العراق. هنا البطاقة الصفراء، بطاقة صفراء للاعب كاسونكو، لاعب كاسونكو يتلقى البطاقة الصفراء الأولى في المباراة. أحد الحلول، تنفذ الكرة عالية ولكنها وصلت لحارس المرمى، وصلت للحارس. الكرة لأحمد إبراهيم، أحمد ليشيركو، هجوم لمنتخبنا جهة اليمين، تبقى الكرة والمحاولة ممكن، عرضية الآن لمنتخبنا عالية، عالمي عالمي عالمي، نعم هو عالمي، علاء عباس بهذه الطريقة، نعم علاء عباس على الطاير، على الطاير، حطها علاء عباس، جول للعراق، هدف لمنتخبنا الوطني، نعم نعم عالمي بهذه الطريقة. الله 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 الله، بداها شيركو، أرسلها شيركو عالية، الله يا الله على جمال الهدف، نعم عالمي يا عباس، عالمي يا علاء عباس بهذه الطريقة، نعم 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 بهذه الطريقة، ورائع. ضربة ركنية الآن، أوغندا، والكرة ملعوبة خطيرة رأسية ولكنها وقعت، رأسية عن طريق هاليدي، لاعب واضح في الصورة، هذا اللاعب هاليدي
والكرة الرأسية، ولكنها مرت. أصبحت المنتخب الأوغندي، خطأ لأوغندا، ضربة حرة مباشرة تنفذ عالية ورأسية ولكنها مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. هذا اللاعب طريقة حسرات محمد علي عبود، محمد علي عبود بطاقة صفراء هذه المرة، هذه الثانية على اللاعب جونيور سينتامو. هنا اللاعب سينتامو شوف الإعادة والتدخل على قدم محمد لاعبي منتخب أوغندا، لكن هذه المرة على اللاعب سينتامو. هجوم الآن على الطرف الأيمن، شيركو، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ولكنها تبعد بعد ذلك، خطأ للكرة. بعد ذلك شيركو يحاول حسين علي التمرير، حسين جبار أرسلها خطيرة الثاني ممكن أحمد فرحان، ولكن الكرة تبقى الخطورة داخل منطقة الجزاء. بحث عن زميل الآن فرحان، أحمد فرحان بحث عن زميل والكرة تنراق مع أوغندا في ملعب المدينة الدولي، وتقدم لمنتخبنا إلى الآن منذ الدقيقة 19 عن طريق علاء عباس. فهد طالب خطأ، هنا الحكم المساعد الأول كما ذكرت لدينا علي تراغ وأحمد صادق كامل المساعدين، كذلك من الكويت مساعد الأول 6 مباريات دولية على ترى في نهائي اتحاد غربي آسيا طبعا للشباب الذي كان على هذا الملعب، والعراق كان بطل على حساب المنتخب اللبناني. منتخب بلاده يلعب المباراة، منتخب أوغندا والأخطاء التي كثرت على اللاعبين بكل تأكيد، يعني الكل يعلم بأنه كل منتخب من القارة السمراء من قارة أفريقيا يمتاز بالقوة الجسمانية. وأنا البطاقة الصفراء للاعب كيزيتو، هذه ثالث بطاقة هذه المرة كيزيتو. إذن هنا الصافرة أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، عندما كنت تلك الصافرة حتى المباراة تني أحداث الشوط الأول لتقدم منتخبنا بهدف عن طريق هذا اللاعب على عباس المقام لا شيء يعني على الحين إلى اللقاء. عودة للزميل حسين البهادي مع ضيوف الكرام في الاستوديو التحليل، لك الكلمة عزيز حسين البهادي الذي يحتضن هذا اللقاء ومن خلال الشوط الثاني بقيادة الحكم الكويتي الواضح في الصورة سعد الفضلي تطلق الصافرة لبداية الشوط الثاني. نتمنى أن يكون أفضل من الشوط الأول على مستوى الأداء وكذلك النتيجة. طبعا اليوم النتيجة بكل تأكيد جماهير تطمح في الفوز. نهاية الشوط الأول بالسلام الحسين علي، نتمنى العودة السريعة وخصوصا المباريات في التصفيات أقرب المناسبات بالنسبة لمنتخبنا. والتحريب حديث مع اللاعبين أحمد إبراهيم، وكرة الركنية تنفذ خطيرة لمنتخب أوغندا عن طريق اللاعب ميلتون. هذا ميلتون اللي سدد الكرة، كانت قوية ولكنها مرت عالية إلى ركلة مرمى الآن لمصلحة منتخبنا الوطني. هذا هنا التمريرة رائعة عن طريق حسن عبد الكريم وحسين جبار، حكم المباراة وخطأ، خطأ للعراق الآن.
ضربة حرة مباشرة. هذا حسين جبار، شوف الانطلاقة السريعة والدفع عن طريق اللاعب عزيز كايوندو. عزيز كايوندو والخطأ للعراق الآن. ضربة حرة ممكن ثاني، حسن عبد الكريم أرسلها عالية وإبعاد يأتي، متابعة الآن خطيرة والتسديد ممكن ولكنها تبعد. كرة الآن عالية وضربة رأسية الآن صافرة ولدينا خطأ، خطأ وبطاقة على ما أعتقد بطاقة. هنا الإعادة، سعد عبد الأمير مع اللاعب سينتام جونيور سينتامو ميلتون. ميلتون خطير هذا اللاعب، خطير هذا اللاعب، سجل في مرمى مولدوفا وينفذ الكرة ولكنها إلى الخارج. هنا التمرير الآن والهجوم مرور أكثر من رائع عن طريق اللاعب عزيز كايوندو. أمامية الكرة تبقى خطيرة ولكن الصافرة والخطأ. سعد عبد الأمير، محمد علي عبود، حسن عبد الكريم حاول سدد والكرة وصلت لواتينجا. هنا من اللي راح يغادر؟ هنا أوغندا، محمد الشعبان شارك. محمد جاسون شعبان وكذلك اللاعب أشرف مجومي يشارك مع منتخب أوغندا. والعراق التغيير ميثم جبار. يغادر يوم أمس عبر عن سعادته بالتواجد في بغداد وقال لدي معرفة كبيرة باللاعبين على شعورك الطيب اتجاه بلدي. اي نعم، الشعور حسن. الان يعود بالكرة لبتروفيتش، طبعا قال بانه سعيد جدا. بينما هنا الكرة ميلتون، الابعاد بطريقة اكثر من رائعة عن طريق شيرت اكسبريس وكذلك كما ذكرت نادي بونا موايا من اشهر الاندية في الدوري الاول. خطأ لمحمد علي عبود. هنا حسن راد، شيكو، سعد عبد الأمير، محمد علي عبود. كرة إلى الخارج، سعد عبد الأمير وهنا الإبعاد عن طريق أحمد إبراهيم. رمية التماس الآن، تغيير آخر سيكون للعراق عن طريق مدرب بيتروفيتش وسجاد جاسم. تغيير القادم بينما مارتن أرسلها وإلى خارج أرضية الملعب. سجاد التغيير القادم، لاعب نادي نفط الوسط. وهنا ربما كذلك تغيير، نعم تغييران في أوغندا.
أوريت إبراهيم أوريت وكذلك لاعب برايت سيشارك. تغيير للعراق وعلي يوسف بديلا لعلاء عباس. التنظيم بمستوى راح ان شاء الله تعود مباريات. وسامح سيشارك مدينة لشيكو في دوري جنوب أفريقيا صاحب 26 سنة. وهنا الكرة ولكنها 27 مايو 2013 عندما خسر أمام منتخب ليبيريا بهدف دون رد في مباراة ودية مباراة أكثر من 40 ألف متفرج في ملعب الشعب الدولي. حسن عبد الكريم تخلص بشكل ممتاز. شوف التقدم والمرور اللي كان عن طريق اللاعب حسن عبد الكريم. مناف قطع سليم سافرة وخطأ لمنتخبنا. هنا مناف للعراق ضربة حرة مباشرة الآن. شوف الإعادة لكرة الخطأ بجاهزية كبيرة. هنا هجومنا كرة لمصلحة المنتخب الأوغندي ولكنها تبعد للأمام. تبقى المحاولة خطيرة ولكنها وصلت. استلم الكرة بدون مضايقة من المدافعين. إقامة هذه المباراة. شكرا لكم. نعم إذا تأتي السافرة لنهاية المباراة بفوز منتخبنا بهدف عن طريق علاء عباس مقابل لا شيء للمنتخب الأوغندي. هدف بطريقة أكثر من رائعة على الشمري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.